دوري الفا لكره قدم انتقل لزميلين شبل كريم وفارس كرم الموجودين. يقدر يصمد خلف دفاع فريق الراسينج ليستفيد من الكره. الاونيجا بيرفع الكره داخل منطقه الجزاء، جول اول بالمباراه، الهدف الثاني له بدوري الفا. طاهر كروما عم بهز شباك الراسينج، عم بهز شباك الراسينج ليعلن تقدم الفريق الاخضر. فريق الانصار بهدف اول بالمباراه وفرحة أنصارية على المدرجات كتير كبيرة. هيدا اللي كنا عم نحكيه، ممنوع أي لاعب ينزل أو يصمد من ورا الدفاع. هيدا اللي عمله ثائر كروما، أخذ الكرة الرأسية وقدر يسجل على يمين محمد سانتينا ليعلن عن الهدف الأول بالمباراة. نرجع منشوف والهدف الأول بالمباراة، نرجع منقول الأنصار عرف كيف يخطب الكرة مع أول فرصة شرب الخطرة كانت على مرمى فريق الرصيف. وتمريرة العشرة الحاسمة للرقم 10 عباس عطوي على رأسه لثائر كروما يلي عم يسجل هدفه الثاني. مثل ما ذكرنا في دوري الفا كنت عم تحكي كثير انه ثائر كروما عم يكون نشيط، عم يكون عنده مبادره هجوميه. هدف خالد عم يتقدم بوجهه سديره، خالد بيروح بيسدد سديره بيتصدى، خالد بيتابع بيلعب الكره للحاج مالك، الحاج مالك بيتقدم بينفرد، الحاج مالك الحاج مالك الحاج مالك بيسدد جول، جول لثلاث نقاط، جول الفوز. الحاج مالك اللي عم بيسجل هدفه 12 بدوري الفا لكره القدم. هيدا الدفور يلي كنا عم نحكي عنه، قدر ينزع بالوقت اللازم بالوقت القاتل ليعطي تقدم فريقه بهدف ثاني بعد خطا من لاعبي فريق الراسينج. عرف كيف التكج ياخذ الكره، كيف يمررها، وكيف الحاج مالك يروح ينفرد ويسدد على يمينه لسانتينا. الامور عم بتزيد صعوبه اكثر واكثر على فريق الراسينج. يعني بهيك كرات يلي بحبهم الحاج مالك ما راح يضيع. تاسعة تحديدا على طرابلس بهدفه لنيكولاس كافي، وراح يرجع اكيد يامل انه يحقق نتائج افضل بالمرحله المقبله. خلينا نروح لعند فارس ونشوف مقابلات معه على ارض الملعب. يبدو